المحاضرة رقم 7 Material Requirement Planning. الماتيريال ريكويرمنت بلاننج ام ار بي دي يعني بتحدد لنا الطلبات من الرو ماتيريال في لمنتج معين في وقت معين، وبتتبع التايم سكيدولينج البرنامج الزمني للانتاج. وبعدين دي بتتبني على البي او ام اللي هي بيل اوف ماتيريال ليفل، زي ما اشوف يعني ايه ليفل للام ار بي سيستم. بيعتمد على ايه؟ على البرودكت ستراكشر، ايه متكونه من كام جزء زي ما شفنا، الماستر برودكشن سكيدول، والانفنتوري ماستر فايل اللي فيه موجود فيه كل حاجه، والماستر برودكشن سكيدول اللي شرحناه في المحاضره اللي فاتت. هيبقى الماتيريال كواليتي بلاننج، حددنا مانيفاكتشرنج اوردر وبرشيز اوردر وفاريوس ريبورت اللي هي التقارير اللي حددنا المعلومات التقارير بتاعتها. البيل اوف ماتيريال دي لست الكومبوننت اللي بتتكون اي شغل، وبعدين دي بتيجي الايتم اباف جيفن ليفل بتبقى بارنت، ايه بارنت واللي تحتيه تشيلدرن، يعني الليفل بتاعتنا البيل اوف ماتيريال بتبقى فاذر وسن او بارنت وتشيلدرن. ام ار بي مانجمنت فور كي تاسكس، ماتيريال ماست بي ميت بوث ريكويرمنتس اوف ماستر سكيدول اند كابابيلتي اوف ذا برودكت فاسيلتي. يعني الماتيريال دي جايه لازم تمشي البلان حسب الخطه. 2 ماست اكسكيوت از ديزاين، هتتنفذ حسب التصميم. وبعد مينيمم انفنتوري انفستمنت، يعني ما اخد ما استثمارات قليله جدا فين في الماكسيمم. ومينتين اكسلنت ريكورد انتجال، يعني عايزين كل التسجيلات جيدة جدا عشان كلها هخش في الكمبيوتر. Benefit of MRB better response of customer order، يعني الاستجابة سرعة استجابة للزباين او الناس اللي هم عايزة الشغل. Faster response market change، الاسواق بتتغير فدي سريعة لها. Improve the utilized facilities and labor، يعني احسن استخدام للموارد من الفاسيلتيز الموجوده داخل المصنع، المكن والمعدات والليبر والعمال. وبعدين بتقلل الانفنتوري ليفلز، يعني في التخزين عمليه التخزين بتقللها خليها اوبتيمال. ديبندنت ديماند شرحناها اهي هنا، سي ديبندنت اي اندبندنت. طبعا بيديني من مزايا اللي هو الام ار بي، بيديني اكيوريت انفنتوري ريكوردز، التسجيل كويس قوي او يعني دقيق في المخازن. وبعدين الدقه بتاعته 99%. وبعدين البرشيز اوردر يعني must be accurately، بتكون دقيقة المشتريات، دقيقة ما بخسرش فلوس فيها كتير يعني ولا حاجة. يعني الليد تايم يعني ايه؟ اللي انا عايز يوم مثلا يوم السبت 10 مايو، يبقى لازم انا اجي يوم 31 او 30 ابريل اشتري، ابعت اشتري لانه عايز 10 ايام. بس اخلي بالي مع اللي بتعاقد معاهم، هل هو وركينج دايز ولا بالعطلات، واشوف يعني احنا قلنا في السيستم بندخل الايام العطلات، وهو سيستم كامل كله كامل متكامل. فالليد تايم اهو الجزء دي عايز له اسبوع قبليه، ايه عايز 2 اسبوع، اف عايز 3 ويك، لكن اف بيكون من جي ودي عايز له كام؟ اسبوعين
لجي واسبوع لدي، فانا بعمل سكيدول للستراكشر للتايم بيس، التايم بيس فيزز بتاعت الام ار دي عشان اخد الكيتس اللي تطلع لي ايه. ادي بقى الام ار بي ستراكشر في الكمبيوترايز سيستم، في الكمبيوترايز سيستم. طبعا ايه الانبوت بتاعنا؟ بيل اوف ماتيريال، ليد تايم، انفنتوري داتا، بيرشيزنج داتا. ايه الاوت بتاعتنا بقى؟ اهي ام ار بي باي بيريود ريبورت، ام ار بي باي ديت، ام ار بي باي اوردر ريبورت، والبرشيز ادفايس، والاكسبشن ريبورت اللي بتطلع اي حاجه تقابلنا في السكه بنطلع تقرير بيها. اهو هو كله كمبيوترايز، ما بقاش في حاجه يعني زي زمان. فالناس هتنافس بايه بقى؟ اذا كنت اللي عايز يشتغل كمهندس يبقى لازم يكون عنده تطوير، قابليه تطوير اللي هي الديفلوبمنت، العمل اليدوي الى كمبيوترايز، او عمليه الابداع انوفيشن او الابتكار كرييتيف. مش كده يا شباب؟ هنا بقى ايه؟ A B C F D G بالاسابيع، الاسبوع الاول الثاني، ده الجروس ريكويرمنت بقى اهو موجود اهو لجميع الايه؟ للمنتجات الثلاثه اللي كانوا من قبل كده. شكرا على حسن الاستماع.